اليوم انا وهشومي غادي نديرو شويه في الرياضه الرجيلات باش يبداو يتحركوا. السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة هاني أم يحيى، كنتمنى يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير، وأكيد غادي تفرحوا إلى كنت من الناس اللي متابعين قصة خديجة وهشام والناس اللي ديما كيسولوا على هشام. اليوم خديجة حطت هذا الفيديو وفرحت وفاجأت بزاف ديال الناس. الحمد لله كما كتشوفوا هشام الحمد لله الصحة ديالو بدات كتحسن شوية، والحمد لله قدر يحرك رجليه وقدر يوقف كاع. تبعوا الفيديو، ومع هذا الفيديو هذا غادي نقرا لكم الرساله ديال خديجه. جوج حبابي وخوتي، عارفه خديجه ديال دابا ماشي بحال هادي شحال، كل مره نطلع لكم ونعطيكم خبار هشام وخباري، والله ما لخاطري غير جهد وتالفه مشطونه مع هشام من صباح الصباح حتى يعشي الليل. ولكن شنو غادي نقول لكم، اليوم جيت نعطيكم خبر تفرح شويه كيف فرحتني، وبغيت نقسمها معكم. عارفه بالكم مشطون بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل سيدنا اللي شاف من حالتنا وكان السبب باش هشام دابا تحت رعايه طبيه شامله متوصيه سيدنا الله ينصره. هشام حاولت نوقفه اليوم وقف لي غير شويه، فرحت شفت عظمه ربي ودعواتكم كيف واقفه. كل يوم كنحاول ندير ليه ترويض، كنتعلم من اليوتيوب، وحتى الاطباء كيجيو عنده كل يوم كيديروا ليه الحصص. كنحمد الله ونشكره ونعيا نشكر من وفي حق سيدنا اللي اعتقنا من طريق مظلمه كنا فيها، ودعواتكم اللي دارت لينا طريق اخوتي. الحمد لله على كل حال. كانت هذه الرساله ديال خديجه مع هذا الفيديو الغزال اللي تيفرح، والحمد لله كنطلبوا له الشفاء يا ربي، ونزيدوا نشوفوا فيديو اخر في تحسن. كانوا هذو التعليقات ديال بعض المتابعين، من بيناتهم ليلى الشمام الصديقه الوفيه لخديجه، بحيث انها كتبات الحمد لله ربي كبير مازال غادي يوقف ويتمشى ويبرى ونمشيو للقصديره. وتعليق آخر، مثال للمرأة المغربية الوفية، ربي ودعوات ملايين المغاربة معكم. وتعليق آخر، مثال للمرأة القوية، هشام عنده سند بحالك غادي يولي بخير إن شاء الله، الله يتمم الشفاء ديالو على خير. وكالعادة متابعيني غادي نوافيكم بالجديد، وإن شاء الله كنتمنى والشفاء العاجل لخونا هشام والجميع المرضى المسلمين يا رب. إلى اللقاء. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، الحمد لله. بقى واقف، بقى واقف شويه بشويه عليك، بقى واقف. ان شاء الله غادي يتمشى على رجلاتك.